ختامها مسك بمسك الختام من مطبخنا الطرابلسي. وشو حلو نحكي عن طرابلس، مدينتنا، مدينة العلم والعلماء. رمضان بمدينتنا له طعمة خاصة، من عاداتها وتقاليدها التراثية لزينة المساجد والبيوت والشوارع اللي بتتلقلق بأحلى الأنوار والألوان. ما فينا ننسى مدفع رمضاني اللي بثلاث طلقات بيعلن بداية الشهر الكريم، كما أنه يوميا بيذكرنا موعد الإفطار والإمساك. شوارع طرابلس من أول يوم رمضان تنتشر فيها بسطات العصائر الرمضانية المشهورة مثل السوس والخرنوب والتوت وغيرها كتير، يلي بتهافت عليها الزباين قبل المغرب. وأكيد لازم نحكي على سفرة رمضان الطرابلسية يلي من عاداتها بأول يوم أنه يكون الطبخ بياض مثل الششبرك والكوسة بلبن. كمان بتتنوع سفرة رمضان يوميا بالفتة والفتوش والكبة النية، وما في أحلى من لمة العيلة بجو من الألفة والمحبة. وللحلويات برمضان مكانة خاصة بطرابلس، بتتنوع كتير مثل الكربوج، القطايف، الورد الشام. ولأن رمضان شهر العبادة، بعد العشاء تصدح المآذن بأصوات صلاة التراويح وقراءة القرآن. سهرات رمضان مميزة وبتجمع الكبير والصغير يلي بتمتد لوقت السحور. بتفوح معها روايح الكعك الطرابلسي، وأكيد ما مننسى المسحراتي يلي بعده موجود. وبالعشر الأخير تعودنا نسمع صوت الوداع بكل بنايات المدينة بالطبل والأناشيد الدينية. وما فينا ما نذكر عجقة الأسواق بآخر رمضان وشراء تياب جديدة. انطرونا، الله أعلم إذا بكرة العيد ولا حتنطرونا بدولة جديدة. إذا بعد في عادات وتقاليد عن هيدي البلد ما ذكرناها، ياريت تكتبولنا إياهم بالكومنت. كل اللي بيعمل شير لهيدا الفيديو واشتراك بقناة اليوتيوب رح يدخل اسمه بالسحب على هدية قيمة من أسامينا محفورة وهدية من منتجات إلا سو. Thank you.